واحد البنه عندي كامل 25 غرام ديال الزبد المحمر ومهرمش عندي جوج كيس عندي جوج ديال الاكياس ديال الخمره حمراء 125 غرام ديال الزبده 3 معالق كبار ديال العسل وكاس ديال الزيت وكاس ديال السكر وكاس ديال الفاني نخلط هادشي كامل كنديرو الدقيق بعدا هو الاول في الانيه اللي غادي نخلطو فيها عندي تقريبا 500 غرام ديال الدقيق هو اللي كيخلط لنا هاد المقادير نديرو الدقيق كنضيفو عليه الزبده والفاني والزيت والسكر والعسل وكنخلطو كلشي مزيان كنحطو على الخليط رطب وكنضيفو الخماره في الاخر واللوز مهرمش وكنجمعو المقادير كامله كنديرو كويره كويرة على حسب الحجم اللي بغات تزيدها وكندخل الفراني من التحت راه معروفه الطريقه ديال الغريبه كتشقق كتجي زوينه في المذاق وصراحه منظر غزال كتجي زوينه كنديرها بزاف وكنشكرك بزاف عرفت معاك بزاف الوصفات كنفتخر بيهم مع ضياف ما كنت كنعرف حتى شي حاجه ودابا تبارك الله كندير بالصيله كندير الحمد لله ماشي حتى الهاب كنا هكاك الحمد لله كنتعاونوا مع بعضياتنا بارك الله فيك.